في خطوة جديدة نحو التخلي عن الدولار الأمريكي، أعلنت الهند والإمارات اتفاقهما على دفع مؤسسة النفط الهندية بالروبية لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك. وتأتي العملية بعد صفقة تضمنت بيع 25 كيلوغراماً من الذهب من مصدر ذهب إماراتي إلى مشتر في الهند بنحو 128 مليوناً و400 ألف روبية. يلعب طرف الاتفاق أدواراً مهمة في شكل السوق العالمي، فالهند هي صاحبة خامس أقوى اقتصاد في العالم، بينما تعد الإمارات من أكبر اقتصاد في الخليج، لا سيما وأن الهند تعد شريكاً تجارياً كبيراً للإمارات، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما نحو 84 مليار دولار بين عامي 2022-2023. وفي زيارة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للإمارات، اتفق البلدان أيضاً على إنشاء نظام لربط المدفوعات اللحظية لتسهيل عمليات تحويل الأموال عبر الحدود. وتسعى الهند للتوصل إلى اتفاقات مماثلة للدفع بعملات محلية مع دول أخرى، إذ تتطلع إلى تعزيز الصادرات في ظل تباطؤ التجارة العالمية. يذكر أن أكثر من 85% من التجارة العالمية تتم بالدولار، كما أن نحو 60% من جميع احتياطيات العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية بالدولار، و 100% من إجمالي عمليات تجارة النفط تتم بالعملة الخضراء.